قلت لي ايش بسوي؟ مش عم ينشبس معاي. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني لا بالحسنة تبغى تفوتنا ولا حتى بالرشوة. بقى شنو الحل؟ حيرتنا يا بخش القلب. الحل ارجعوا بكرة الساعة 3. وقفة ما شنو عم تقول انت يا بهيم؟ حنا وجوه فرسان عشيرة بني جميلان، وفرسان بني جميلان بعمرهن ما رجعوا. شو مالك قاري تاريخ بالمدرسة انت؟ اسمع شو راح اقول لك ولك. ارفع سماعة الهاتف اللي عندك هي، واتصل بكبار المسؤولين بالبلد وقل لهم انه وجوه عشيرة بني جميلان واقفين على باب المشفى ممنوعين من الدخول، وشوف شو راح يجاوبونك. والله يمكن يلعنوا افطاسك وافطاس اللي حطوك. اخي انا راح احكي مع المسؤول اللي جوا، اكثر من هيك ما معي صلاحيه. شو عم بتقول؟ ما فهمت عليك. علي صوتك شوي. نعم؟ قبيلة بني شبيلان واقفة تحت. ولك شو شايف منام انت؟ لك وضح وضح شو عم بتقول؟ لك وضح لأفهم عليك بس. شو هالحكي؟ كم واحد يعني؟ يعني بحدود 30. 30 شخص؟ اوف 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 اوف. وما عم يرضوا يتزحزحوا من محلاته. طيب اسمع لي هلا، انت بعت لي شي واحد او اثنين منهم وانا بتفاهم معه. ما بعرف، انت شوف اكتر واحد معنطز فيهم وبعت لي اياه. يلا انا عم بنتظر بمكتبي. يلا باي. عفوا يا عم، انت ابو شو بينادوا لك؟ ول 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 وكان يا ابو دعاس راعي المهره، معقولي ما تعرفني؟ وك يا حيف عليك يا ولد المدينه، يا حيف عليك. في حد ما يعرف الشيخ ابو دعاس يا وجهه شو؟ عدم المؤاخذه يا جماعه، اللي ما بيعرفكم بجهلكم. عمي ابو دعاس، استاذ عدنان حابب يشوفك شوي. ومين هذا الاستاذ عدنان؟ بتعرفه يا نايف؟ لا بالله يا عم الشيخ، بعمري ما سمعت به. يا عمي حنا مالنا جايين لنقابل مسؤولين ووزراء، حنا جايين نزور الشيخ وكفانا فخره. يا سيدي معك حق، بس هو حابب يشوفك مشان هذا الموضوع بالذات. لا حول ولا قوة إلا بالله. امشي يا نايف تنشوف هذا الأستاذ عدنان ويش بده. تفضل يا عم الشيخ. وين الطريق؟ مكتبه بالطابق الرابع. بو أسانسير ولا ما بو؟ إذا ما بو أسانسير ما روحه. لا في أسانسير، لا تاكل هم. زين هذا كلام زين. امشي يا نايف امشي. تفضل يا عم. الله أكبر. يا الله.